ليفن، فيلم دراما انتاج 2022 متوفر للمشاهده، لا يصلح لمن اعمارهم اقل من 16 عاما. مده الفيلم ساعه و45 دقيقه. الفيلم شارك في عده مهرجانات واحدى الافلام المرشحه لجوائز الاوسكار. الفيلم ريميك لفيلم اكيرو، المخرج اكيرا كوروساوا مخرج ياباني وهو من اهم المخرجين، له افلام كلاسيكيه متميزه جدا وافلامه تدرس لدارس السينما. قصه الفيلم في اطار من الدراما، يتناول العمل قصه رجل مسن ارهقته السنين بالعمل في نظام روتيني ممل ويحلم بالشعور بالحياة وقضاء أيامه الأخيرة على النحو الأمثل فيما تبقى من عمره. السيناريو والحوار، السيناريو عميق جدا به رسائل عديدة، رتم الكتابة كلاسيكي كبداية ووسط، عند النهاية يبدأ بيكون رتم مختلف. السيناريو مميز مليء بالحوار الشيق بين ممثلين العمل، فلسفي من الدرجة الأولى، والسيناريو مرشح لأحسن سيناريو مقتبس. الإخراج والتصوير والإضاءة، الإخراج كلاسيكي مناسب للحقبة الزمنية التي يدور بها الفيلم. التصوير هيحسسك إنك داخل عالم كلاسيكي، اعتمد بشدة على استخدام العدسات التي تعطيك إحساس لقطات الكلوز شوت والميديوم شوت. الإضاءة أيضا متميزة على أنها جو كلاسيكي، وده المطلوب ووصل ليه هذه الأجواء الكلاسيكية. ديكوباج المخرج متميز، التكوينات رائعة بالرغم من استخدام عدسات 50 و70 في الغالب. الصورة مليئة وغنية بالتفاصيل ولوح فنية عديدة، كل مشهد به لقطات وكادرات فنية رائعة. الموسيقى اختيارات كلاسيكية مناسبة لأجواء الفيلم. الديكور غني بالتفاصيل الشيقة، ولما لا والحقبة الزمنية التي يدور بها أحداث الفيلم مليئة بالتفاصيل. فريق عمل الديكور اجتهدوا بشدة في عملهم، تحية لهم. الملابس والاكسسوارات ايضا غنية بالتفاصيل. المونتاج سلس بدون مشاكل ومميز وكلاسيكي. الممثلين جميعهم رائعين خصوصا بطل الفيلم، ده بسبب التوجيه الرائع ليهم من السيناريو والمخرج ايضا. بطل مرشح لجائزة احسن ممثل في الاوسكار. الفيلم تقيل فنيا، مش كل المشاهدين هيعجبهم الفيلم، وكلاسيكية ذات رتم هادئ وبطيء، وهيوصل لك احساس الملل في بعض اللحظات. الفيلم كأنه جسر بين انواع معينة من الروايات والافلام والثقافة التي عاد بها كوروساوا انتاج شكسبير قبل وقت طويل. ده ما يقول اشخاص في الاعمال الاستعراضية أن السينما تتحدث لغة عالمية، أنهم غالبا يبيعون شيئا ما، لكن في ظل الظروف المناسبة فإنها حقيقة لا يمكن إنكارها، وأفلام مثل هذه مثال على ذلك. لو من محب الأفلام الكلاسيكية التي تدور في حقبة زمنية معينة بالتفاصيل على كل الأصعدة، لا يفوتك الفيلم ده. تقييمي للفيلم هو 7/10.